الخامسة بتوقيت الجزائر، نشرة مفصلة لأبرز الأنباء نقدمها لكم من الجزائرية الثالثة الإخبارية. نلتقي بعد العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبوني يستقبل وفدا عن لجنة خبراء المكلفة بمراجعة الدستور برئاسة الأستاذ أحمد العرب. تدابير وإجراءات هامة وتسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين ومساعدات مالية لأصحاب المهن الصغيرة بطابع فوري لتجاوز آثار الأزمة الصحية، تتوج الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء. ورئيس الجمهورية يقرر اعتماد دفاتر شروط تصنيع السيارات واستيراد المركبات الجديدة، ويثني على جهود الفلاحين في ضمان تموين السوق بالمنتجات الفلاحية. رئيس الجمهورية يؤكد أن التأمين الخاص بمستخدمي قطاع الصحة عرفان لكل الأمة بجهودهم في طليعة مواجهة جائحة كورونا، كاشفا أن جل الأفعال المرتكبة في حق المؤسسات التابعة لقطاع الصحة هي أفعال مدبرة هدفها المساس بسمعة الجزائر وإظهارها في صورة العاجز عن تسيير الأزمة الصحية. تواصل عملية إجلاء المواطنين العالقين بالخارج بوصول أزيد من 300 رعية جزائرية من فرنسا. ومن أجل التطبيق الصارم للإجراءات الردعية، خرجات ميدانية مكثفة ضد تجار المخالفين لشروط السلامة. ومن بشار رصد لبعض السلوكات اللامسؤولة والاستهتار بالتدابير الوقائية بمراكز البريد. أهلا بكم من جديد. استقبل اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وفدا عن لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور برئاسة الأستاذ أحمد العرابة، الذي قدم له عرضا عن أشغال اللجنة والمنهجية المعتمدة لدراسة الاقتراحات المتعلقة بالمشروع التمهيدي لمسودة الدستور. وقد بلغ عدد الاقتراحات حوالي 2500 وردت حتى الآن من شخصيات وطنية وقادة أحزاب سياسية ونقابات وممثلين عن المجتمع المدني. توج الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء أمس برئاسة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون، توج بإجراءات وتدابير هامة وتسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين ومساعدات مالية لأصحاب المهن الصغيرة حملت الطابع الاستعجالي والفوري لتجاوز الآثار الناجمة عن الأزمة الصحية. رئيس الجمهورية ثمن جهود الفلاحين في ضمان تموين السوق بالمنتجات الفلاحية في عز الأزمة الصحية، والتفاصيل مع حورية جرجر. يتضمن بيان مجلس الوزراء في بعده الاقتصادي الانشغالات المطروحة وبحدة على خلفية تداعيات الأزمة الصحية لكوفيد-19 بالنظر إلى ما ترتب عنها من تعطيل للآلة الاقتصادية والأضرار المالية التي أثرت سلباً على الناشطين في القطاعات الحيوية كالتجارة والخدمات والإنتاج. وقصد تجاوز آثار هذه الأزمة كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الوزير الأول عبد العزيز جراد باتخاذ إجراءات عملية، منها التجميد الفوري لكل عملية تسديد الأعباء المالية والالتزامات الجبائية وشبه الجبائية المفروضة على المتعاملين الاقتصاديين خلال فترة الحجر الصحي، مع تكليف الوزراء المعنيين بإبلاغ البنوك وإدارة الضرائب والإدارات التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي بمضمون هذا القرار. هذا مع إجراء تقييم دقيق للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين، خاصة ما تعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الصغيرة، مع ضرورة إجراء التقييم بكل شفافية لتفادي التصريحات الكاذبة.
مع منح مساعدة مالية بقيمة 30,000 دينار لمدة 3 أشهر لأصحاب المهن الصغيرة على غرار سائقي السيارات الأجرة والحلاقين، وذلك بعد إجراء تقييم صارم ودقيق مع تقييم التعويض المخصص للحرفيين وأصحاب المهن الصغيرة لتعويض الخسائر المرتبطة بفترة الحجر الصحي. ومن بين قرارات مجلس الوزراء تكليف وزير المالية بتوجيه تعليمات للقطاع البنكي والمصرفي بغرض تسهيل الحصول على تمويلات سبق لبنك الجزائر أن اتخذها. وفي النشاط الصناعي قرر مجلس الوزراء اعتماد دفاتر الشروط الخاصة بأنشطة إنتاج المعدات الكهرومنزلية والإلكترونية وتصنيع السيارات والمركبات الجديدة وترخيص جمركة الخطوط والمعدات التي تم تجديدها في إطار النشاطات الإنتاجية. وبخصوص استيراد المصانع المستعملة ألح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ضرورة الحرص على توفير عدد من الضمانات وعلى أن لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ اقتنائها، مع اعتماد الخبرة الضرورية في عملية الاستيراد وحتى الأجنبية منها. وفيما يخص استيراد المركبات الجديدة يقر مجلس الوزراء بضرورة الاعتماد على المتعاملين الوطنيين مع ضمان شبكة وطنية فعالة لخدمات ما بعد البيع. وبالنسبة للإدماج في المجال الصناعي فإنها حددت بما لا يقل عن 70% للصناعة الكهرومنزلية و30% لتصنيع السيارات. وفيما يخص المحور الفلاحي فإن رئيس الجمهورية وجه التحية للفلاحين الجزائريين الذين قاموا بعمل جبار في ظرف عسير من خلال ضمان تمويل السوق بالمنتوجات الفلاحية بشكل كاف وبأسعار معقولة. وفي هذا الصدد أمر رئيس الجمهورية وزير الفلاحة بتشجيع إنشاء مصانع لتحويل المنتوجات الفلاحية، كما أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء معهد للزراعة الصحراوية في إحدى الجامعات بالجنوب مع الاستعانة عند الحاجة بالتعاون الدولي وبشركاء الأجانب. وضمن اجتماع مجلس الوزراء تم اعتماد مشروع قانون يهدف إلى ضمان حماية أحسن لمستخدمي الصحة والمؤسسات الاستشفائية بعقوبات صارمة قد تصل إلى السجن المؤبد. وفي المناسبة أكد رئيس الجمهورية أن التأمين الخاص بمستخدمي قطاع الصحة عرفان لكل الأمة بجهود هذا السلك في طليعة مواجهة جائحة كورونا منذ ظهورها، كاشفا أن جل الأفعال المرتكبة في حق المؤسسات التابعة لقطاع الصحة هي أفعال مدبرة هدفها المساس بسمعة الجزائر وإظهارها في صورة العاجز عن تسيير الأزمة الصحية. تفاصيل مع حمزة أحمد بالقسام. عرفانا للجهود المبذولة من قبل مستخدمي قطاع الصحة لمواجهة جائحة كوفيد-19، قرارات هامة لفائدة مستخدمي القطاع خلص إليها مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حيث تقرر التكافل التام بتأمين الصحية الشامل لجميع الأطباء ومستخدمي الصحة المعرضين مباشرة لخطر العدوى على عاتق الدولة، حيث تتكفل به رئاسة الجمهورية. التأمين الذي يمس أزيد من 266 ألف عون يشمل الضمان الاحتياطي وضمان الصحة التكميلي وضمان المساعدة الطبية بما فيها النقل الطبي والرعاية المنزلية، بالإضافة إلى ضمانات احتياطية ضد العدوى الناجمة عن فيروس كوفيد-19. وهنا شدد رئيس الجمهورية على أن التكفل المالي بمنحة التأمين هو أول عرفان لمنتسبي القطاع. وأمام التزايد في عدد الاعتداءات على مستخدمي قطاع الصحة وحماية لهم، هنا ألح السيد الرئيس على الصرامة التي يجب توخيها في التعامل مع الأعمال الإجرامية التي تستهدف مستخدمي القطاع، كما أمر بإيلاء عناية خاصة لطلبات التعويض في الحالات المتعلقة بالإضرار بالممتلكات العامة. ليتضمن النص النهائي الذي سيقدمه وزير العدل حافظ الأختام عقوبات بالحبس تتراوح من 1 إلى 3 سنوات في حالة الاعتداء اللفظي، وعقوبة الحبس تتراوح من 3 سنوات إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي، وقد تصل إلى الحبس المؤبد في حالة وفاة الضحية.
وفي سياق نفسه كشف رئيس الجمهورية عن توصل تحريات مختلف مصالح الأمن إلى أن عددا معتبرا من الأفعال التي مست بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة لم يكن أصحابها ينوون سوى المساس بسمعة الجزائر وإظهارها في شكل العاجز عن تسيير الأزمة الصحية، وهي أفعال مدبرة وتم ارتكابها مقابل تحفيزات مالية من أوساط خفية ليكلف السيد الرئيس وزير العدل باعتماد الحالات الخاصة بالأعمال الإجرامية التي يتم ارتكابها بتحريض من الغير خلال الإطار القانوني المنتظر اعتماده. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وخلال مجلس الوزراء نوه بجهود رجال الصحة والمؤسسات والجامعات بعد تمكنهم من رفع عدد مراكز الكشف إلى 40 مركزا بعد أن كانت الجزائر تحوز مركزا واحدا، مشيرا إلى أن التغلب على الجائحة يستلزم تضافر جهود الجميع. وضمن تدابير تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء كورونا وبعد استشارة اللجنة العلمية والسلطة الصحية، قرر أمس الوزير الأول عبد العزيز جراد بعد موافقة السيد رئيس الجمهورية، قرر تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة 15 يوما من الساعة 8 مساء إلى غاية الساعة 5 صباحا من اليوم الموالي. بالنسبة لولايات أدرار، شلف، الأغواط، أم البواقي، باتنا، بجاية، بسكرة، بشار، البوليدة، البويرة، الجزائر، الجلفة، سطيف، سيدي بالعباس، عنابة، قسنطينة، المدية، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، برج بوعريريج، بومرداس، تيسمسيلة، الوادي، خنشلة، سوقهراس، تيبازا وغيريزان. كما قرر تمديد منع حركة المرور لمدة 15 يوما بما فيها السيارات الخاصة من وإلى الولايات المذكورة، ولا يعني هذا الإجراء وسائل نقل المستخدمين ونقل السلاح. تمديد إجراء تعليق نشاط النقل الحضري العمومي والخاص للأشخاص خلال العطلة الأسبوعية في الولايات 29 سالفة الذكر. في الانشغال الصحي، عرض اليوم الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا الدكتور جمال فرار، عرض مستجدات الوضع الصحي في البلاد بالمؤشرات والأرقام. 616 حالة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، تصبح النسبة ب 1.4 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة. من ولايات لم تعرف أي حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، 20 ولاية سجلت أقل من 10 حالات و20 ولاية سجلت 10 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات، سجلنا خلال 24 ساعة الأخيرة 8 وفيات جديدة رحمهم الله. فيما يخص الحالات التي تمثلت بالشفاء حسب المعايير المعتمدة، عددهم اليوم 18836، منهم 366 تمثلت بالشفاء وغادرت المستشفيات خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص حالة الاستشفاء، عندنا حاليا 58 مريض في العناية المركزة. ومواصلة لعملية إجلاء المواطنين العالقين بالخارج، تم مساء أمس إجلاء أزيد من 300 رعية جزائرية من فرنسا إلى مطار هواري بومدين الدولي على متن رحلة للخطوط الجوية الجزائرية، من بينهم العداء البطل الأولمبي توفيق مخلوفي، المعنيون تم نقلهم إلى مراكز لقضاء فترة الحجر الصحي ضمن عملية جرت تحت رقابة صحية صارمة، فيما ستلي هذه الرحلة رحلات أخرى من فرنسا لإجلاء المزيد من المواطنين. تفاصيل العملية مع وهيبة دنداني. الجالية الجزائرية العالقة بمارسيليا تصل إلى مطار هواري بومدين الدولي كدفعة أولى بعد أن تكفلت بنقلهم طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية. الحمد لله، يعني السلطات العمومية ساعدتني باش ندخل للجزائر، ونشكرهم على هذا الشيء. وما ننساش كذلك نشكر الناس اللي انضمت معنا، وان شاء الله الفرجه هذه وسيد قيس جميع الرياضيين وجميع المواطنين اللي راهم حاصلين في ارجاء العالم. نوجه تحيه للسلك الدبلوماسي الجزائري في فرنسا على كل المجهودات. حنا جينا مارسايو دي مارينا صباح، ولحقنا الحمد لله، لحقنا بخير. جاي داخله من مارساي، خرجت منها لو 10 مارس، والله غالب كي لي فرونتيير تبلعوا، قعدت حتى عيطوا لنا لو 18. من بعد لو 18 عيطوا لنا فونتيير، قال بلي ودي عندكم لو فول اليوم لو 26 ا 8 اور. والحمد لله يا ربي اللي وصلنا بخير وعلى خير، وان شاء الله نشوفوا وليداتنا سالمين غالبين. جي كونفيني لابا مي فيف لالجيري.
وبعد المطار مباشرة تكون الوجهة فندق مزفران، أين يتم إخداعهم لمدة الحجر الصحي. الحوج الأول من مواطنين قادمين من مارسيليا بعدد 300 مواطن، الرحلة الأولى ورحلتين أخرتين مبرمجة هذا المساء قادمتين من باريس، وعلى متنها 600 مواطن، أي بإجمالي 900 مواطن سوف يتم إجلاؤهم من فرنسا. كما تلاحظون الظروف كلها مهيئة لاستقبالهم من طرف الطاقم الطبي، العمال الموظفين التابعين لنزل مزافرو. هنا رانا نتابعوهم شاك جوغ، عندنا كونسلتاسيون سيبلي، نشوفوا الاعراض نفهموهم سيكوا لي سيمبتوم، سيكوا الاعراض تاع الكورونا هادو. عملية إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين سواء بفرنسا أو بدول أجنبية أخرى متواصلة حتى يتم إلحاق كل الرعايا العالقين بأرض الوطن. ضمن جهود المؤسسة العمومية للتلفزيون لمرافقة الوضع الوبائي ميدانيا وبالمصلحة الاستشفائية لامين دباغين بباب الواد، تنقلت كاميرا تلفزيون الجزائري لقاعات المرضى وغرف الإنعاش التي امتلأت بعدد هائل لحالات فيروس كورونا. الزميلة حفصة غاني زارت المستشفى وعادت بالروبورتاج التالي. شباب، أطفال ومسنون، فئة عمرية مختلفة لم تسلم من شبح الفيروس. دخلنا إلى قاعات العلاج وغرف الإنعاش لننقل معاناة من أنهكهم هذا الوباء الفتاك. كي تنفس نحس خلاص قلبي رح يخرج، ونحس هاد الجهة هادي شغل لك ما قلت لهم لي كتلة ما يتقطعوا. ومن بعد فوالا رحت عند طبيب فوالا سي اونشيني مي دوكا الحمد لله. الأطقم الطبية ومنذ بدء الوباء وهم في الواجهة يتحدون الخطر بإرادتهم وعزيمتهم المستمدة من مهمتهم النبيلة، ولو كلفهم ذلك الإصابة بالعدوى أو حتى بحياتهم. C'est vrai qu'on arrive à gérer dans l'ensemble, mais عندنا ضغط مستمر في حالات الاستشفاء. La demande قوات par rapport. وهذه je pense que راجع للمبالاة تاع المواطنين، الاستهتار تاعهم، كاين اللي ما يامنوش كاع باللي اكزيستي هذا الفيروس. دونك ان شاء الله برك يتوعاو منا والفوق، وان شاء الله ينقصوا علينا التجمعات في الزنقة في الشواطئ الاحتفالات. حنا رانا في الريسك، العائله تاعنا راهنا في الريسك كيما نقولوا حنايا، مام بسيكولوجيكمون سي ديفيسيل. مام حنا عندنا والدينا، عندنا اولادنا، نخافوا عليهم. لا يود أي فرد من أفراد الجيش الأبيض أن تذهب تضحياته سدان، فلا بد لها من مقابل. المقابل هو وعينا باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للتقليص من انتشار الفيروس. وحتى لا تذهب هذه الجهود سدان وللحد من انتشار الوباء، تكثف فرق والمراقبة المشتركة من خرجاتها الميدانية وتحرص على تطبيق الصارم للإجراءات الردعية ضد المخالفين لشروط السلامة على مستوى المحال والفضاءات التجارية. العينة من المقاطعة الإدارية لبراقي مع زميل محمود جبيري. إجراءات صارمة وردعية ضد المخالفين للتدابير والاحترازات الوقائية من طرف بعض أصحاب الأنشطة التجارية بالمقاطعة الإدارية بالراقي. أنا لاحظنا بلي ما عندوش جال إيدغوالكوليك باش ينظفوا يديهم الزبائن. ثالثا ما عنده حتى لافتة تجبر المواطن على الزبون على لبس الكمامة، على عدم دخول الأطفال الصغار، احترام المسافة، ما عنده حتى توجيهات. دونك أوبليجي هنايا قوموا بغلق المحل. من خلال تقديم وجبه مباشره على الطاوله. في هذا الاطار نتخذ مع اجراءات ردعيه، وهي الغلق الفوري وتحويله الى تحميل الملف الى وزاره التجاره لاتخاذ الاجراءات اللازمه. الخرجات الدوريه المكثفه لعوان الرقابه والمصالح الامنيه اعطت ثمارها اين لمسنا التزاما كبيرا لدى الكثيرين. عندنا دي زيكيب صباح والعشيه، 7 أيام على 7 أيام في التيران. لاحظنا باللي بعض الأنشطة راهي ملتزمة، وسوفون المشكل يزيد عند الزبون. هذه الدورية عشاك فون نقوموا بها، سواء بالتنسيق مع مصالح التجارة ولا دي فون نديروها وحدنا حنايا.
قمنا بعملية 112 تدخل على مستوى كل إقليم المقاطعة، تم من خلاله غلق 46 محل على مستوى بلدية برقي، 24 محل على مستوى بلدية الكاريتوس، 16 محل على مستوى بلدية سيدي موسى. وعي المواطن وتحليه بالمسؤولية هو الرقم الأهم في معادلة مجابهة هذا الوباء الفتاك. الحديث عن الوعي حديث ذو شجون، فعلى الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بالوباء إلا أن مظاهر اللاوعي ما تزال تطبع سلوكات بعض الأشخاص. مراكز البريد بولاية بشار على سبيل المثال تشهد طوابير طويلة وازدحاما كبيرا دون التقيد بإجراءات التباعد الاحترازي، ما قد يجعل منها بؤرا لانتشار العدوى. تفاصيل مع عبد الوهاب حديبي. تشهد مراكز البريد بولاية بشار في الآونة الأخيرة طوابير طويلة وازدحاما بين الزبائن رغم تزايد انتشار فيروس كورونا المستجد وعدم الالتزام بإجراءات التباعد والوقاية، ما قد يساهم في نقل العدوى ويزيد من خطورة الوضع. ما راه لا وقاية لا والو، راه غير الكذوب. هذه ماشي وقاية. منين يمرض واحد كبير ومنا كيدير يخرج كيدير. ما هو يقول لك هنا قال لك المسافة بين 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 الناس وذاك الشيء، مسافة الأمان بين الناس وما كان لا مسافة لا والو. نتوجه بنداء لكل المواطنين وخاصة زبائن بريد الجزائر باش يلتزموا نوعا ما من اليقظة والحذر من أجل محاربة كوفيد 19، وذلك عن طريق احترام المسافة القانونية بين المواطنين. المواطنون برروا ذلك بعدم تمكنهم من حصول على رواتبهم الشهرية كاملة بسبب نقص السيولة المالية تزامنا وعيد الأضحى المبارك. كل يوم رانا نجو، القيس اللي جينا ما لقاوش الدراهم، القيس اللي جينا ما لقاوش الدراهم، في وقتنا ما لقيت لا دراهم لا والو، عاود جيت هنايا كيف كيف، ما خلينا حتى بلاصة، ثلاث أيام نجري مورا الدراهم، ما لقيت ما ناكل. الناس هذا عيد راه جاي، الناس عندها مرض، عندها ما تنظف كورونا ها. خلصت واحد الشهر ما خلصناهاش، احنا غير ندورو في بلاصتنا، من بوست لبوست. كاينه السيوله بصح راهي ناقصه شويه، على حساب، إلا كان لو فيغمون احنا نطلقوا شويه، نعطوا 40,000 50,000، مي ما كانش لو فيغمون احنا شويه نقصوا لو مونطو. ورغم ذلك يبقى الخطر الأكبر هو أنك قد تتحصل على راتبك الشهري ومعه تحمل فيروسا يهدد حياتك والآخرين. تنمية الآن وتحسينا للإطار المعيشي للمواطن، استفاد سكان دوار زلابية النائية بولاية معسكر، استفادوا من عدة مشاريع في قطاع الموارد المائية، مشاريع من شأنها إنهاء معاناة المواطنين مع التزود بالمياه الصالحة للشرب. التفاصيل مع نوال بن طبخة. لطالما كان هاجس سكان منطقة زلابية بولاية معسكر التذبذب في توزيع الماء الشروب، هاجس أصبح اليوم طي النسيان بعد عودة الماء لحنفيتهم وعلى الدوام. كاين خطرة يجي يومين بنهار وخطرة نهار بنهار، واليوم الحمد لله الماء راه يجي، راه يجينا كل يوم، وبصح كاين ناس جوارين اللي ما يلحقهم. اليوم الحمد لله الدولة دارت مشروع اللي غادي يرضي كاع الناس. هذا الخزان المائي اللي غاديين ان يكون التوزيع على مستوى هذه الدواوير تقريبا يوميا. وهذا هذا الخزان المائي يستفيد من بئرين ارتوازيين. ولأن رهان السلطات المحلية اليوم توفير الماء الشروب عبر مناطق الظل بالولاية، مشاريع هامة للقطاع من بينها 20 بئرا ووضع خزانين حيز الخدمة. تم استلام مؤخرا 10 آبار جديدة، يعني تم إنجازها وتجهيزها. قمنا كذلك باستلام 30 بئر تم تأهيلها وإعادة الاعتبار لها. عندنا إنجاز أكثر من 10 خزانات كبيرة يفوق حجم تاعها 10,000 المتر مكعب. الأشغال أيضا متواصلة لإنجاز وإعادة الاعتبار لشبكة التطهير. تعلن وزارة التربية الوطنية عن فتح المجال لسحب استدعاءات المترشحين المعنيين باجتياز امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة سبتمبر 2020، سحبها من الأرضية الرقمية فضاء الأولياء وموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الروابط التالية. فيما يتصل بامتحان شهادة التعليم المتوسط bm.onec.dz بدءا من يوم الأربعاء 29 من جويلية 2020 إلى غاية يوم الأربعاء 9 من سبتمبر 2020.
كشفت وزيرة الثقافة والفنون ملكة بن دودة عن مشروع دائرتها الوزارية في إجراء خبرة تقنية بالشراكة مع جمهورية تشيك لإعادة تهيئة وترميم العديد من المعالم الثقافية، كما أعلنت الوزيرة عن تصنيف المسرح الجهوي عبد القادر علولة ضمن قائمة التراث الوطني. مع جمهورية تشيك لتحويل المتحف إلى تحفة عالمية بمقاييس دولية. المتحف سيتخصص في الطبيعة وعلم الإنسان، ويكون عنده وجهة استثمارية سياحية قصر الثقافة اللي نتمناو وأصرينا أنه تنتهي الأشغال منه في خلال 6 أشهر. دوليا، تصريح أو تستعد المملكة العربية السعودية إلى تنظيم موسم الحج الاستثنائي ابتداء من يوم الأربعاء المقبل في ظل تهديد فيروس كورونا المستجد الذي دفع المملكة إلى تقليص أعداد الحجاج هذه السنة والسماح لحوالي 10,000 من المقيمين فحسب بأداء مناسك الحج. من العبديش. عكس السنوات السابقة، موسم الحج لهذه السنة سيكون استثنائيا ومختلفا تماما بسبب انتشار فيروس كورونا. فبلغة الأرقام، عدد الحجاج لن يتجاوز 10,000 من المقيمين فقط ممن قبلت طلباتهم، بعدما قارب عددهم الموسم الفارط 2.5 مليون حاج قدموا من كل ربوع العالم. أما بالنسبة للأمور التنظيمية فالتغيير شملها أيضا وبصفة كبيرة، فالمملكة العربية السعودية شددت إجراءات الوصول إلى مكة المكرمة من خلال وضع قيود صحية صارمة لمنع تفشي كوفيد-19 أثناء أداء المناسك. تدابير ستكون متبوعة بإخضاع الوافدين لحجر صحي في الفنادق قبل وبعد انتهاء الحجاج من أداء مناسك 5 ركن من أركان الإسلام، كما خصصت السلطات الوصية كذلك عيادات متنقلة وسيارات إسعاف لتلبية احتياجات الحجاج الذين سيفرض عليهم الالتزام بالتباعد الجسدي على مدار 5 أيام ابتداء من الأربعاء المقبل، مدة يتوجب فيها احترام جميع البروتوكولات الصحية الخاصة التي أصدرها المركز الوطني السعودي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أهمها منع لمس الكعبة والحجر الأسود. وفي جديد فيروس كورونا، تجاوز عدد الإصابات في العالم 16 مليون شخص، حيث أصبحت أمريكا اللاتينية أكثر منطقة في العالم تسجل فيها الإصابات التي بلغت أكثر من 4 ملايين إصابة. وتعد البرازيل الأكثر تأثرا بتسجيلها 2,300,000 إصابة، بالإضافة إلى أكثر من 86,000 وفاة بالفيروس. إلى اليونان، حيث ما يزال رجال الإطفاء يكافحون لليوم الخامس في محاولات لإخماد حرائق الغابات الكبيرة التي يشهدها جنوب البلاد، ويشارك في إطفاء الحرائق أكثر من 12 طائرة محملة بالصهاريج، من بينها طائرتان قادمتان من إيطاليا وواحدة من إسبانيا، بالإضافة إلى 11 طائرة هليكوبتر بمشاركة أكثر من 380 من رجال الإطفاء. ختام نشرتي الخامسة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل وفدا عن لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور برئاسة الأستاذ أحمد العرب. تدابير وإجراءات هامة وتسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين ومساعدات مالية لأصحاب المهن الصغيرة بطابع فوري لتجاوز آثار الأزمة الصحية. تتوج الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء. رئيس الجمهورية يقرر اعتماد دفاتر شروط تصنيع السيارات واستيراد المركبات الجديدة، ويثني على جهود الفلاحين في ضمان تموين السوق بالمنتجات الفلاحية. رئيس الجمهورية يؤكد أن التأمين الخاص لمستخدمي قطاع الصحة عرفان لكل الأمة بجهودهم في طليعة مواجهة جائحة كورونا، كاشفا أن جل الأفعال المرتكبة في حق المؤسسات التابعة لقطاع الصحة
هي أفعال مدبرة هدفها المساس بسمعة الجزائر وإظهارها في صورة العاجز عن تسيير الأزمة الصحية. تواصل عملية إجلاء المواطنين العالقين بالخارج بوصول أزيد من 300 رعية جزائرية من فرنسا. ومن أجل التطبيق الصارم للإجراءات الردعية، خرجات ميدانية مكثفة ضد التجار المخالفين لشروط السلامة. ومن بشار رصد لبعض السلوكات اللامسؤولة والاستهتار بالتدابير الوقائية بمراكز البريد. للمزيد من التفاصيل روابطنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبقى دائما في الخدمة. شكرا على المتابعة، في أمان الله.